تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو ورفعه العلم السوري في أحد أكبر المحافل الرياضية. تم اليوم تكريم البطل الأولمبي معن أسعد صاحب برونزية رفع الأثقال فوق 109 كيلوغرامات، وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بحضور رسمي ورياضي وإعلامي. الرياضي ليوصل لهيك شيء عالمي وكبير، يعني تعب بكل معنى الكلمة. لازم حتى الرياضي لو شارك وما حقق نتيجة، المرة اللي بعدها مع دعمنا وتماسكنا أكيد هيوصل لشيء مهم للبلد. الأولمبياد هذا المحفل له وضع خاص. نحن الوزن المفتوح لازم يكون وزني عالي مشان نقدر ننافس أبطال العالم. بالنسبة لي التمرين هو رقم واحد. نحن سعيدين وممنونين ومتشرفين بالميدالية والبطل الأولمبي اللي حقق لنا ميدالية بعد 17 سنة. هاي الميدالية تختلف عن الميداليات التي حققناها. هاي الميدالية ولدت من رحم الحرب والمعاناة والظلم والإرهاب اللي تعرض له بلدنا. هاي الميدالية ولدت من قبل بطل بيعرف شو بده، من قبل بطل بيشتغل بصمت، بيوجه كلمة محبة لعائلة معن، العائلة الوطنية اللي قدمت بطل بالرياضة وبطل بالحرب. كانت منافسات قوية، كانت منافسة بين أبطال آسيا وأوروبا، وبفضل الله سبحانه وتعالى اجتزناهم واستطعنا أن نضع 14 او 13 رباع ورانا. نحن هدفنا اولمبياد باريس ان شاء الله بال 2024. ان شاء الله رح نركز كثير منيح ونشتغل كثير منيح للمحطات التاهيل وللاولمبياد الجاي، نكون افضل واحسن ان شاء الله ونقدم شيء بليق بهالشعب اللي بيستاهل الفرح.